إذا طبعا معرض ومؤتمر آيدك دبي يقام في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض من 5 وحتى 7 من فبراير 2013، ويستضيف المعرض لهذا العام أكثر من 30,000 طبيب من أكثر من 130 دولة وأكثر من 1,000 شركة من 70 دولة مختلفة، إضافة للعديد من الفعاليات العلمية والاقتصادية والسياحية والاجتماعية. ومن أهم الاجتماع السنوي العاشر مشاهدينا الاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان، والذي يصل عدد الأعضاء فيه إلى 66 دولة نظرا لحجم الحدث والفعالية العلمية الاجتماعية والاقتصادية. وللحديث أكثر مشاهدينا عن آيدك 2013، يسعدنا في دبي هذا الصباح أن نستضيف الدكتور عبد السلام المدني، الرئيس التنفيذي لمعرض ومؤتمر آيدك دبي والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان. صباح الخير دكتور. صباح الخير دكتور. أهلا وسهلا، صباح الخير. سعيدين بوجودك معنا دكتور. وطبعا هذا الحدث الكبير اللي هو آيدك طبعا معروف على الساحة الخليجية على تقريبا حتى المستوى الوطن العربي، بس دكتور بداية لو تعطينا نبذة تاريخية للي ما يعرفون عنها. اي نعم. ايدك اليوم الحمد لله رب العالمين اصبح ايدك على مستوى العالم الثالث على مستوى العالم باعتراف من الاتحاد العالمي لمصنعي طب الاسنان والاتحاد العالمي لطب الاسنان. ما شاء الله وصل لهذه الدرجة يعني. اي نعم. خلال 17 سنة احنا بدأنا معرض مؤتمر ايدك قبل 17 سنة في قاعة غرفة التجارة والصناعة دبي. صحيح. صحيح. بمشاركة 25 شركة محلية و200 طبيب أسنان من منطقة يعني من الإمارات ودول الخليج. صحيح. واليوم أصبح إيدك أكثر من 1100 شركة من مختلف أنحاء العالم. أي نعم. 66 دولة، إضافة إلى مشاركين في المؤتمر أكثر من 30,000 طبيب أسنان من 130 دولة. ما شاء الله. ما شاء الله. اليوم أصبح إيدك مو مجرد معرض ومؤتمر، أصبح إيدك اليوم ملتقى للأطباء الأسنان، ملتقى علمي اقتصادي سياحي اجتماعي. هو ملتقى كل واحد عالمي. صحيح. كل طبيب أسنان دائما حط في كالندر ماله إيدك دبي الأساس يستفيد من مشاركته في المعرض والمؤتمر. صحيح. وأيضا يستحب عائلته وأسرته. ايضا هناك اجتماعات مختلفه سواء كان على المستوى العلمي او الاجتماعي. نعم. فرصه بالنسبه لزياره دبي خاصه السنه الجو ما شاء الله يعني. نعم. والمهرجان وكل يستفيدون من هالملتقى. صحيح. ايضا اليوم دكتور عبد السلام وجود ايدك في او ايدك يعني في دوراته الكثيره والمتعدده اليوم هو مثل منصه او منبر لتبادل الخبرات ووجهات النظر وكل ما يتعلق بطب الاسنان من الناحيه العلميه والتطورات التي تشهدها او يشهدها هذا القطاع. اليوم الجديد هذا العام شو هو باعتقادك؟ هو دائما في ايدك جديد سواء كان على مستوى المعرض او المؤتمر. نعم. او الورش العمل. نعم. صح الايدك هو 3 أيام بس الواقع هو أسبوع كامل. جميل. يعني احنا بدأنا الإيدك كبرامج العلمية ورش العمل دورات تدريبية من يوم السبت 3 أيام قبل. نعم. المؤتمر والمعرض ودورات تدريبية مثقف يعني. نعم. متخصصة لطب الأسنان. بالنسبة على مستوى المعرض دائما الجديد الدول اليوم تتنافس تبرز في معرض ايدك يعني تتنافس يعني هناك ما اصبح في ايدك اليوم الشركات تتنافس في ايدك اليوم الدول تتنافس يعني لو صحيح. احنا نشوف اليوم في المعرض كله اللي تسمون الجناح او الاجنحه جناح للولايات المتحده جناح لالمانيا جناح لايطاليا جناح لكوريا جناح للصين اجنحه يعني الدول تتنافس الدول تدعم يعني المعرض المؤتمر الوحيد لانه متخصص انا في معارض كثيره يعني طبعا في مجال الصحه وغيره لكن على متخصص تخصص طب الاسنان المعرض الوحيد اللي معترف بين الدول فهذا ما كان يعني ببساطه طبعا احنا اول شيء طبعا ك ك ك كدبي مدينه دبي لعبت دور كبير طبعا مثل ما الكل يقول يعني دبي هو ماركة مسجلة فعلا. صحيح. ماركة مسجلة. صحيح. احنا قبل نتكلم يوم كنا نسير نروج ايدك اتكلم قبل 17 16 17 سنة يوم نسير امريكا كان صعب جدا يعني لكن
بعد ما مثلا طيران الإمارات على محطات معظم الدول أو العالم، أيضا المدن الرئيسية في الولايات المتحدة ساعدت كثير على دعاية لمدينة دبي. صحيح. فكان يعني احنا كطيران الإمارات شريك استراتيجي لأيدك، فإدارة الجوازات والجنسية شريك استراتيجي لأيدك. جميل. هيئة الصحة في دبي شريك استراتيجي لأيدك، فدوائر مختلفة، مؤسسات مختلفة، كل يعني يساعد أيدك، فكل البنية التحتية ساعدتنا لترويج أيدك في في, نعم. في, في, نعم. في الإمارات. دكتور، نبقى في الجديد، ما هو الجديد في أيدك هاي السنة؟ أيدك جديد السنة، أول شيء بالنسبة للملتقى العلمي، طبعا البرامج يختارون مو مجرد من قبل اللجنة العلمية محلية، لا، لجنة علمية عالمية بإشراف الاتحاد العالمي العلمي للطب الأسنان، تقريبا الحين 10 سنوات يدعمون هذا الحدث، والحمد لله قدرنا نقنع الأساس يكون مقرم أيضا من العام الماضي في دبي. دول جديدة شاركت معكم سنة في الأعضاء في الاتحاد؟ طبعا يعني احنا بدأنا، كان في البداية كان يشاركون يمكن من الدول الأعضاء يمكن 12 اليوم أكثر من تقريبا 70 دولة. صحيح. عندهم اجتماعاتهم السنوية في دبي، إضافة للاجتماع المجلس الوقاية تبع وزارة الصحة طب الأسنان، اجتماعاتهم أيضا سنويا في دبي. صحيح. على هامش أيدك هناك اجتماعات مختلفة أيدك، لكن كبرامج دائما البرامج العلمية يختار من خلال اللجنة، ودائما احنا نركز نجيب الجديد. صحيح. شو الجديد للطب الأسنان، شو الجديد في الفنيين طب الأسنان، شو الجديد للمجتمع أيضا، يعني مو مجرد للمجتمع يستفيدون من هذا الحدث. صحيح. صحة الطفل، للمدارس، لغيره، كل شيء يعني شامل إيدك. نحن بنتابع معك دكتور عبد السلام المدني حداثنا ونقاشنا عن موضوع إيدك ولهذه السنة، ولكن بعد أن ننتقل للمركز الأخبار، وطبعا أخبار يقدمها لنا الزميل محمد الريماوي، يقدم لنا موجزا سياسيا. تفضل محمد. تفضل محمد.